سلام البنات، اليوم جيت لكم بواحد الغديوه غزيوله خفيفه وظريفه، تصلح للبحر تصلح للخليجات، يعني خفيفه وكتتقدم في كتنجز في واحد الوقت وجيز جدا. شنو عندنا اليوم؟ جيت لكم بالجنوحات ديال الدجاج. اللي ما كيعجبوش واخا هكذا كيدخل يشوف غادي يوليو يعجبوه. يلا حبيباتي غادي ندير واحد التتبيله رائعه جدا. شنو عندنا في التوابل؟ عندي هنايا لاموطارد حبيبات، عندي باربيكيو، عندي توابل الدجاج، عندي شويه الهريسه، عندي الملح طبيعه الحال، اليوم غندير الملح البيضاء، عندي شويه الكيري، وعندي لوريغانو، وعندي بازيليك، وعندي الثوم بودرة، وعندي الكرات، الخضار عندنا تشكيلة ديال الخضار. شنو فيها؟ البطاطا، خزو، اللوبيا، القرعة الخضراء، شوية القزبر والمعدنوس، والبصلة بيضاء، وما تنساوش الزيت البلدية. دائما أنا مع الزيت البلدية. غادي نديرهم البنات صينية ويدخلوا للفرن. هانتوما معايا، اجيو تشوفوني كي غادي ندير التخليطه ديالي لا موطارد. الفلفل الحار، القليط اخويا القليط، توابل توابل الدجاج، معلقه صوص باربيكيو، راه معلقه كبيره هنايا كتعطي واحد البنه مزيونه، كتعطي واحد البنه خاصه خاصه بيا، وشويه ديال الثوم بودره عين كميزانك كي كتبغيه نتيا، واش كتبغي فيه الثوم بزاف ولا لا، تيناو شنو كتفضلي عزيزتي. شويه الحبق وشويه الكرات، الكرات كيبن لنا البنات الدجاج كيجي غزال، شويه كتا ديال الكوري، واحد الرشيشه الكوري البنات راه فيه، هو راه صحي، راه فيه مجموعه ديال التوابل وشويه ديال اوريغانو. والملحه طبعا، ما ديروش بزاف باش ما يجيش مالح. صافي الزيت البلدية، وهذا ما كان، وخلط وجلط. نسيت قطير هذا الحامض، انا هادي شنو كنت نسيت، الاساسي والمهم، الاساسي والمهم في هذا، عرفتوا علاش كيطريهم كيطيبوا دغيا وكيعطي النكهه طبيعه الحال. غادي نتبلوا هاد الدجيجات ديالنا، هاد الجنيوحات ديالنا، ماشي الدجيجات، الجنيوحات ديال الدجيجات كيجيو بنان البنات، انا كيعجبوني، كنزيد لهم حتى شويه ديال الفرماج مع الخضار. او يلي 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 يلا للي، هذه التتبيله السحريه للدجاج بلا ما ندير معاهم ضامور. شوفوا على منظر شحال زوين، واو غزال كيحمق. نخليهم يرتاحوا شويه ومن بعد نتوما معايا. يلا حبيباتي، وهاني البنات بعد ما شرملت ديك لي شاطلي ديال التشرميله ديال الدجاج ديال الجنيحات، مرمت فيهم الخضار وستفتها هكا في هاد الصينية، زدت واحد جوج فخيطات عندي ديجا مشرملين في الكونجيلاتور، حطيتهم هنا، زدت طوماط سوغيز، لي طوماط سوغيز كاملين درتهم هكداك. دونك انا غادي ندير لها البابي وندير لها بابي ألمنيوم وندخلها للفران البنات 30 دقيقة تكون تحمرات، راه هي كطلق راسها الماء بلا ما ديرو لها الماء. غادي نقدمها مع الكينوا، بالنسبة اللي ما كيعرفش الكينوا البنات ها هي، وهي لومبالاج ديالها، كتكون في مرجان الاسواق لي سوبر ماركت راه كتكون فيهم،
اذا ما غاليهش البنات، كدير 33 درهم، هذه 33 درهم، وكاين اللي كيدير لها في مرجان كدير 50 درهم. انا لقيتها في واحد السوبر ماركت ما رخيصه هذه المره، ديجا شريتها ب 50 درهم 350 غرام، ولقيتها في واحد الماركت اخر رخيصه منه وانا نهزها. الانسان خصو ياكلها يدخلها في الوجبات ديالو. اذا غادي نسلقها في الماء والملحه وشويه دك نور تنسم ديال الدجاج، ومن بعد غنقدمها مع الخضر وجنيوحات نتاوعي. وهذا ما كان اكله شهيه. اذا دابا غادي نغطيها اولا وقبل كل شيء. دائما البنات البابي كويسون هو الاول، ما يكونش البابي الومنيوم اون كونتاكت بالماكله لانه غير صحي. وصافي البنات غنغطيها كامله وغادي ندخلها الفران الفور. الفور البنات انا عندي ديال الضو، ما عنديش ديال الغاز، دونك انا كندير ديال الضو. غادي ندخلها واحد 30 دقيقه وصافي. غنسلق الكينوا ديالي، وهذه هي الوجبه الغداء ديالي اليوم. انا شاركتكم معها، هذه عشاء وغداء، ويمكن حتى الغداء بوغ دوما ان شاء الله، علاش لا؟ انا ما يمكنش الانسان ياكل داكشي كامل بوحديتو والا غادي يكون غورمون بزاف. يلا حبيباتي من بعد ونرجع لكم. اوكي وانتم مع حتى توجد الاكله ونوريكم كي جات. بالنسبه للبنات للسليق ديال الكينوا، انا درت ها انتم كاس مع عمرش الكينوا، درت جوج كيسان وربع ديال الماء وشويه ديال الكنور. غادي ندير فيها قطره ديال الزيت البلديه، انتم غادي تشوفوا البنات غادي ندير قطره الزيت البلديه هكا شويه باش تنسمها وصافي. حيت غادي تغلي غادي نرمي فيها الكينوا مع شويه ديال، غادي نرمي حتى هذا هنا يخليه باش يذوب. بلا ما تغلي هنايا الماء مع الكنور غادي نرمي الكينوا ديالي صافي. انا وريتكم الطريقه ديال الطبخ ديال الكينوا، ها انتم معايا حبيباتي. وها هو الطاجين ديالنا الطايب يا البنات، ما نقول لكمش جا محمر دوك الجنيوحات ودوك الفخيضات ديال الدجاج. وشوفوا المرقه كي راه دايره فيه المرقه ديالو، بلا ما ندلو المرقه ديال، بلا ما ندلو المرقه، الخضر طلقات المرقه. وها هو البنات الغديوه واجده، وهذاك الكينوا ها هو كي كيكون داير بحال الشكل ديال الكسكسو غزيوله البنات. وهانتوما غادي تشوفوني كي غادي نقدمو، ان شاء الله تعجبكم الطوجينه تاعي نتاع هاد النهار، كتجي غزاله. كنقدمو عادي يعني شويه الكينوا محطوطه، لازم كياكلها وكياكل معاها شويه الخضر. هانتوما تشوفوني البنات كي غادي نحط نقدم الطبق ديالي، يلا هانتوما معايا. وها هو الطبق ديالنا حبيباتي، نتمنى يروقكم. ها هي الكينوا ديالنا قدمتها على هذا الشكل، شويه ديال الطوماط سوريز وشويه البصيله معسله، واحد طريف ديال الخيزو الجزر يعني، وطريفات ديالنا ديال الدقاق، الدقاق يا خواتي المصريين. والدجاج درت عليه شويه ديال الفخوماج البنات في الفران، وهادو هما الخضر ديالنا طايبين مزوينتهم، وغادي نقدمهم مع الفواكه الموسميه المشمش الشهديه وشويه ديال الدلاح. اه يا الدلاح كنحماق عليه يا الدلاح يلا حبيباتي نتمنى يعجبكم الطبق ديال اليوم. ديجا درت معكم الدجاج في الميكا، ولكن اليوم طيبته في الصينيه، صينيه دقاق بالبطاطس والخضر يلا حبيباتي مع السلامه، نتمنى نكون خفيفه وظريفه عليكم. اللي مجال مرحبا باللي جاوا عندنا، اللي تزادوا عندنا جدادين في القناه ديالنا كنرحبوا بهم الف مرحبا. نتمنى ان كاع جميع الفيديوهات ديالنا يعجبوا لهم، لا ديالي ولا ديال الاخت ديالي. واللي كيشوفنا لاول مره يتابونا معنا وبرك على الجرس باش يبقى يتوصل بجميع الفيديوهات ديالنا اللي كتحط جديده. ونتمنى تزيد تكبر وتزيد تكبر وتزيد تكبر ان شاء الله يا ربي العالمين في الاسره ديالنا الصغيره في القناه. يلا حبيباتي مع السلامه مع السلامه